غنام بتكلم على العالميه، ودايما لما بتكلم على العالميه بتكلم على محمد صلاح. طبعا محمد صلاح ما فيش شك وصل لدرجه من الثقافه الاحترافيه ومن العقليه الاحترافيه اللي كلنا بنحترمها، ووصل للتوب ليفل مع نجوم كبار جدا. والعرض اللي اتعرض عليه الحقيقه اللي اتكلمت عليه في الانترو عرض مغري جدا للانتقال للدوري السعودي. شفت العرض ده ازاي، وشفت ردود افعال محمد صلاح ووكيله ازاي على العرض ده؟ صلاح من اكبر لعيب في العالم، هو مش مجرد ان هو لعيب مصري، اي حد يقول لك العكس. انا بحس ان هو في مصر هنا مظلوم مقارنه في ليفربول، من اكبر لعيب في العالم كلها. العرض اللي جاله عرض كبير زي ما جه نجوم كتير، بس هو عشان لعيب ماركتبل زي ما بيقولوا، في ناس كتير بتبص عليه، العرض جاله عرض كبير. لكن ده يثبت طموح محمد صلاح، وادي محمد صلاح مهم بالنسبه له انه يصنع اسم كبير لنفسه. على فكره من كام سنه كان انا عايز اناقشك في النقطه دي، معلش يعني اكيد بنتكلم ما انت هتيجي يقول لك ما ساديو ماني مثلا، ساديو ماني من اللعيبه اللي كانت مكسره الدنيا في اوروبا لكن انتقل للدوري السعودي. يقول لك رياض محرز فاز بالثلاثيه مع المان سيتي السنه اللي فاتت وراح للدوري السعودي. ايه اللي اتغير في عقليه صلاح ما ممكن يفكر زيهم؟ يعني إيه انت شايف محمد صلاح لسه عنده الباشن وعنده الشغف لكره القدم اللي انتهى عند جزء من اللعيبه اللي انتقلت للدوري السعودي؟ محمد صلاح لعيب عنده 32 سنه بيتصرف كانه عنده 25 سنه، لسه دايت بتاعه ستريكت، لسه التمارين بتاعته معينه جدا، على طول بيتكلم عن المنتاليتي بتاعته وافكاره. فهو لعيب عنده طموح كبير جدا، يعني انا على طول بقول اكبر سلاح عند محمد صلاح هو طموحه اكتر من اي مهاره عنده. من كام سنه انا فاكر كان يمكن من سنه وسنتين كان في مشكله العقد بتاعت صلاح، وهيمشي من ليفربول ولا مش هيمشي. كان في ناس كتير بتطلع تقول لك صلاح بقى بيبص على الفلوس، بقى الفلوس مهم بالنسبه له. ده اثبات ان محمد صلاح ساعتها كان مجرد عادي يتقدر مش اكتر. هو نجم كبير يستحق كل الفلوس اللي بتجيله، كل المكان اللي هو فيها تمام، ولكن طبعا رفضه للدوري السعودي بيثبت تاني ان هو عنده طموح كبير عايز يبني نفسه، مش مجرد انه ماشي ورا الفلوس زي لعيبه كتير. ومش يعني مش عايزين هل من الممكن نشوف يعني ممكن يكون صلاح خلال السنه دي هو قرر انه يقعد في ليفربول، لكن ممكن نشوف محمد صلاح خلال الفتره اللي جايه في الدوري السعودي؟ كنا بنتكلم يمكن من وقت قريب ان طموحات محمد صلاح انه ممكن بيتكلم على البي اس جي، بنتكلم على ريال مدريد. هل السوق السعودي غير شويه من افكار اللعيبه ووكلاء اللعيبه والانديه، بقى سوق مغري جدا لانتقال اللعيبه فيه؟ طبعا خريطه الكره اتغيرت بعد حصل في السعوديه، ده بالتاكيد. بالذات انا في رايي اول كام لعيب راحوا لكنوا في اخر الكارير بتاعهم، شفناها في امريكا شفناها في الصين. مظبوط. المشكله في اللعيبه الجديده اللي راحوا، ماني ورياض محرز زي ما حضرتك قلت، بروزوفيتش كان لسه في نهائي تشامبيونز ليج، روبن نيفيس 26 سنه راح، حكيم زياخ كان عايز يروح برضه. فاحنا بنتكلم عن لعيبه كتير جدا، مندي من كام سنه كان مع تشيلسي كسب تشامبيونز ليج دلوقتي في السعوديه، فبنتكلم عن لعيبه كبيره جدا راحوا في لسه في البيك بتاعهم، فده غير خريطه الكوره. انا مش شايف ان محمد صلاح هيروح، لان محمد صلاح زي ما انا بقول في رايي لسه عنده طموح كبير عايز يحققه. بس محمد صلاح 32 سنه، لكن وارد يعني ممكن وارد خلال سنتين ممكن يكون موجود. ممكن ولكن هو لسه في البيك بتاعه، لسه بيأدي بشكل كبير. السنه اللي فاتت جاب 19 جون في الدوري، عدد كبير جدا. فهو لسه عنده طموح كبير، ولسه ما حققش كل البطولات اللي اظن هو عايز يحققها. في الاول وفي الاخر ليفربول في كل فتره كلوب جابوا دوري واحد، تشامبيونز ليج واحد، لسه في بطولات اكتر يكسبها، لسه في تاريخ اكتر يصنعه. هو لعيب كبير وعقليه كبيره جدا يعني.